اليوم حاضرة الدمام فيها ميزة، مثلا خمس مدن تقع على شريط بحري بمسافة 80 كيلومتر، تبدأ بالخبر، الدمام، القطيف، رأس النورة، الجبيل، يمكن يمتد إلى رأس الخير، وأيضا مستقبلا تكون أيضا للأحساء، وبالإمكان أيضا يمتد أكثر وأكثر لجهات أخرى. فهي فرصة كبيرة جدا في هذا الشريط، يشهد ازدحام لأنه تعتبر حركة الشاحنات، حركة وجود الميناء اللي يستقبل 7000 يعني شاحنة يوميا تنتقل من الميناء، تؤثر في الحركة. عادة في المناطق الشريطية يصعب النقل المروري مقابل الحجم، ما فيه خيارات، لذلك بيكون حل إن شاء الله واعد وفرصة جيدة أن تكون هناك تاكسي بحري، عبارات على مستوى المسافات البعيدة تنقل الراكب بالمركبة، وأيضا تركب نقل تكاسي للركاب في المدن الأقرب. هذه من الحقيقة من الاستثمارات اللي مطروحة ضمن الفرص اللي مطروحة في هذا الملتقى. في هذا الجانب أيضا هناك مشاريع كثيرة.